خلينا نروح نطمن على البعثة البارالمبية من إيهاب حسنين، الأستاذ إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية. يا أستاذ إيهاب، صباح الخير على حضرتك في البداية طبعا، ونحب نعرف من حضرتك كده الأجواء والاستعدادات، لأن ده مهم جدا، وإحنا عندنا أمل كبير بقى في أبطالنا إن شاء الله يرجعوا لنا بميداليات يعني ضعف كمان البطولة اللي فاتت. اتفضل يا فندم. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين، وحبيت بس اقول لحضرتك انتوا جبتوا سيره فاطمه عمر طبعا الاسطوره، وفاطمه عمر جايبه 5 ميداليات مش 4. طيب تمام يا فندم. ودي الدوره السادسه ليها، وده كان من سبب الاختيار الاسماء اللي هم رفعوا العلم، كان فاطمه عمر عشان الاقدم هي وهشام صلاح. هشام صلاح طبعا انه يعتبر كرة طائرة جلوس، يعتبر أعظم فريق في مصر بالنسبة إذا كان أسوياء أو معاقين، لأنه جايب 2 ميداليات، إنه جايب 2 ميداليات برونزية في أثينا وفي ريو. ده بالنسبة لكرة الطائرة. فاطمة عمر جايبة 5 ميداليات، وإن شاء الله بتتمنى إن شاء الله إن تجيب ميدالية السادسة، وده كان سبب اختيار فاطمة وهشام في طابور العدل. طيب امبارح طبعا حفل الافتتاح كان متواجد، وكان متواجد الدكتور عمرو الحداد طبعا نيابه عن معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، اللي بنشكره لانه على اتصال دائم بينا بافراد البعثه وبيطمن على اللاعبين. فالدكتور حياه خطاب موجوده، كنت انا موجود، هما على اساس الكوفيد 19 كان مش اي حد يروح يحضر في المقصوره غير 2 فقط بس، فده كان عشان الاعداد. بالنسبه للمنتخب مصر امبارح، طبعا كان مش كل اللاعبين شاركوا في طابور العرض، عشان في بعض الناس عندهم كان عندهم لعب، فاللي كان عنده لعب كان يستريح بالنسبه للمشاركه في طابور العرض. النهارده كان عندنا بيلعبوا سباحه وتنس، كانت البطله ايمن بس للاسف طبعا خرجت في من التصفيات، وكان مستواها 13 على العالم، وبس هي لسه عندها تلعب مع ايفنت بكره ان شاء الله. وبالنسبه لزياد كحيل 11، الكابتن ابراهيم حمدت، وطبعا ابراهيم حمدت الاسطوره كان موجود معانا ولعب النهارده مع بطل كوريا. طبعا حضراتكم عارفين ابراهيم حمدت الوحيد اللي في العالم اللي بيلعب ببوكو، تخيلوا حضراتكم كان كل المحطات يعني كان في نفس التوقيت كان في بيلعبوا اكثر من لاعب. الترابيزه اللي كان بيلعب عليها ابراهيم حماتو كان متواجد عليها معظم نقول الجرايد والصحف العالميه. فتخيلوا بقى حضرتك بيلعب ابراهيم مع بطل الصين بطل كوريا، ووصل معاه الشوط الاول 6 والشوط الثاني 7 والشوط الاخير 9. فتخيلوا بقى ابراهيم لو بيلعب بدراع، لكن ابراهيم بيلعب ببقه، فان يلعب ضد واحد حتى وانا كنت قاعدين كل الناس مع كل لمسه لابراهيم فيعني هو معجزه طبعا طبعا ما شاء الله عليه فعلا فعلا. يعني على فكره يعني حتى يعني لسه كنت لسه مقابله من دقيقه دلوقتي، فكان بيقول لي يا كابتن انا مش عايز اطلع، قلت له يا ابني انت اصلا كفايه انك انت مع بطل العالم ومع بطل كوريا وصلت لستة وسبعة وتسعة، يعني اتفضلي. لا يعني انا بتفق مع حضرتك، اتفضلي. بس يعني خليني بس اعلق هنا، يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت معجزه، واحنا كلنا فخورين بيه. هو لازم حضرتك كمان تنقل له هذه الصوره ويشوف الناس اصلا بتتكلم تقول عنه ايه. فيعني هو قاعد معايا وسامع ومش عايز يتدخل، يعني هو قاعد جنبي دلوقتي اهو، بس هو مش عايز يتكلم. تحياتنا ليه وصباح الفل، واحنا في ظهرك واحنا مبسوطين وفخورين بيك حقيقي. يعني بيسلموا عليك يا ابراهيم كلهم، وهو فطبعا هو محرج، هو اصلا عنده على فكره. وابراهيم برضه كابتن ابراهيم برضه موجود معانا، ابراهيم امين ودكتور حياه، احنا قاعدين دلوقتي في المقر، وطبعا احنا عاملين زي ما نقول خليه عمل جدول، عاملين جدول كل ايه الماتشات اللي احنا بنعمل، وعاملين جدول، وكل واحد مننا او كل 2 او كل 3 بيروحوا يشوفوا يروحوا يحضروا ماتشات، على اساس يبقى كل الماتشات احنا
رحناها يعني النهارده كان معانا الدكتور عمرو الحداد في السباحه، هو والدكتور اشرف العجيل ورامي عبد الحميد ومحمد يحيى اعضاء مجلس اداره كنا معاهم. يعني مقسمين نفسينا نطلع من هنا على هنا، حضرتك عارفين احنا عندنا 8 العاب، فخليه نحل ومعالي الدكتور اشرف صبحي على طول في تواصل معانا بالتليفون وعن طريق الدكتور عمرو الحداد والسفير امور. استاذ ايهاب انتوا لما ترجعوا لنا كده، انا بس عايزه اقول حاجه هنا عشان يبقى اتفاق على الهوا، ان شاء الله لما ترجعوا لنا بالسلامه احنا عايزين حضرتك تنورنا وابطالنا كلهم، يعني في 10 الصبح هنا في الاهلي واول برنامج خلاص احنا حاجزين. تمام كده اتفقنا؟ ان شاء الله حاضر. ان شاء الله وهتكون معانا دكتوره حياه والبعثه كلها ان شاء الله. تنورونا يا فندم ودعواتكم، وان شاء الله هيبدا الماتريات من بكره ان شاء الله. يا رب خير باذن الله يا استاذ ايهاب. يا رب شكرا ليك يا فندم. استاذ ايهاب حسنين نائب رئيس اللجنه البارالمبيه. الحقيقه مفيش مره من المرات بعثه مصر البارالمبيه شاركت في اي احتفاليه، ناهيكي بقى لو كانت الاحتفاليه دي كمان يعني بهذا الحجم يعني زي الدورات البارالمبيه، مفيش مره شاركوا فيها غير لما شرفونا. دي حقيقه. ومفيش مره شاركوا فيها غير لما رجعوا على الاقل على الاقل بضعف عدد ميداليات المشاركين في البعثه الاولمبيه العاديه. دي تديك رساله بقى، تديك رساله ان مفيش ابطال قوي. ابطال وفي اصرار وفي عزيمه وفي قرار. على فكره النجاح قرار، انا عايز انجح، انا عايز اوصل، اصل كده كده لازم هيبقى فيه زي ما بيتقال تحديات وصعوبات ونسبه وكل حاجه، كل حاجه هتبقى موجوده، بس الطريق انا مركز انا رايح فين. هم كده احنا اتعلم منهم، وانا هفضل اقول الكلام ده لما بنستضيفهم هنا. حقيقي الواحد وهو بيسمعهم تحس بالصعوبات اللي مروا بيها، لكن ابطال في النهايه هم تحدوا كل ده، فنماذج مشرفه حقيقي. ربنا يكرمهم ويرجعوا لنا كده منتصرين وميداليات كتيره باذن الله ان شاء الله.